نعم تفضل. والله بس وصية للشباب، يعني اليومين دول في الموضوع الأرضي طول الليل الشباب بيسهروا واتسابات وناي، يعني بيعطلوا عن صلاة الصبح، في ناس أصلوا الصلاة ذات وما يجوا، يعني كل منشغلين شديد في الشارع. بس وصية كده للشباب إن شاء الله. أول حاجة يا جماعة، صلاة الصبح الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله، يعني في حفظ الله ورعايته. والصلاة من أعظم أسباب الرزق. الناس جارين الذهب، واحدين جارين ماشيين السعودية، واحد ده كله من طلب للرزق، صح؟ الصلاة دي من أعظم أسباب الرزق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: المحافظ على الصلاة إن عاش كفي ورزق، وإن مات دخل الجنة. صحه الألباني في صحيح الترغيب. فالبيحافظ على الصلاة، لكن محافظة بإخلاص، ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه وبيسر له أمره. فكون الإنسان يضيع صلاة الصبح أو العشاء أو كده في الموبايلات والدخول في الفيسبوك وغيره، ده حرام ما بيجوز. على الإنسان أن يستخدمه في شنو يا جماعة؟ في الخير. يعني الموبايل يستخدمه في الخير، الحاجة اللي فيها خير، بس تسمع محاضرة، تسمع قرآن، أو عندك بيها شغل بتاع علم بتاع دنيا، تقرأ في الجامعة، عندك مراجع تنزلها عشان تقرأ أو إلى آخره، حاجة نافعة كان في الدين ولا الدنيا. لكن كمان أكعب من ذا الناس اللي بيخشوا المواقع شنو؟ الإباحية والمسلسلات والأفلام بتاعت الصعاليق وغيرها، دي كلها محرمة. وربنا بيسألنا من عيوننا دي يا جماعة يوم القيامة، وبيسألك كذلك من ما كسبت يداك، وبيسألك من الوقت اللي بتضيعه فيها. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزول قدم عبد من عند ربه عز وجل يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعما عمل فيما علم. فانتبهوا يا جماعة. ثم انت كأب في الأسرة، كل الآباء، الله بيسألك من أولادك وبناتك. لا يمكن تدي بيت موبايل كبير زي ده وانت لا بتراغبها ولا فهم الحاصل، وهي في سن بتاع مراهقة 15 سنة و 18 سنة و 13 سنة، تكون الليل كله بتطبس، دي مشكلة. والشدة في زي ما فيه خير فيه مصائب كبيرة جدا، يمكن يتواصل معاه راجل، يمكن يتواصل معاه ولد، وانت ما جايب خبر. عشان كده يا جماعة الإنسان ينتبه ويتذكر المسؤولية اللي ربنا بيسأل عنها يوم القيامة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته حفظ أم ضيع.